إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. اسكتي يا سهير يا اختي، من امبارح وانا في مشاكل مع عبد الرؤوف جوزي، ده حلف علينا من دخل اللحوم المصنعة بيتنا تاني. قال ايه مضرة وبتجيب امراض ياما وبندفع فيها فلوس كتير على الفاضي، بتضر وما بتنفعش. انا مش عارفة اعمل ايه، ما انا بشتريها لانها بتستوي بسرعة 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 كده، بجهزها بعد ما ارجع من الشغل. شوري عليا يا سهير يا اختي، اعمل ايه؟ اجيب من اللحوم المصنعة دي تاني ولا فعلا دي خطر زي ما عبد الرؤوف بيقول، ولا المفروض ابعد عنها خالص؟ في السنوات الأخيرة أكتر من 7000 دراسة طبية علمية أكدت إن في علاقة قوية بين استهلاك اللحوم المصنعة وبين أمراض السرطان، وخاصة سرطان القولون والمعدة والبنكرياس. الخطر في اللحوم المصنعة إنه أثناء تصنيعها بيتم فرمها مع الدم وبقايا اللحوم وكميات عالية من الدهون، وبيتم كمان حفظها باستخدام مادة اسمها النيترايت، والمادة دي بينتج عنها مادة اسمها النيتروزامين، ودي مادة مسرطنة. تاني مشكلة في اللحوم المصنعة احتوائها على كمية كبيرة من الدهون المتحولة، ودي بترفع مستوى الدهون الضارة في الدم بصورة كبيرة جدا، وده بيشكل خطر بالغ على الأوعية الدموية والقلب والكبد. ومن مشاكل اللحوم المصنعة كمان انه بينضاف ليها توابل وبهارات بكميات كبيرة، وده بيؤثر على سلامة المعدة والقولون. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.